وجهه وجهه في وجهه الفلاني وجهه في اقتراح. لا تم خلاف العناية تاعي. ليش؟ لأن صيغته سبق. قلنا المرحلة الانتخابية ليش تكون من كم مرحلة؟ ثلاث مراحل. ثلاث مراحل. زي هذه كلنا بنستجيب الملاحظة. أنا لما قال بس الأمس لله نقيب ناصر شويقي تابع قسم التدريب مديرية أمن جدابية. اليوم ولله الحمد قام السيد المدير أمن جدابية السيد أحمد مصماري بافتتاح دورة خاصة بالأمن الانتخابي بشأن تأمين وتفادي مخاطر الانتخابات. وهذه الدورة ستهدف عدد من الضباط ضباط مديرية أمن جدابية. أيضا كانوا في معنا في الحضور السادة المفوضية العليا للانتخابات مكتب جدابية. وبإذن الله الدورة حيكون مدتها لمدة أسبوع فيها كل ما يخص تأمين الانتخابات من حيث كيفية التأمين أثناء المراحل الثلاث هنا قبل عملية الانتخاب أثناء عملية الانتخاب ما بعد عملية الانتخاب. نسأل الله العلي القدير وفقنا في هذه الدورة. أيضا لا يسعني إلا أن أشكر السيد مدير أمن إجدابي السيد أحمد مصماري على دعمه اللامحدود الكامل على نجاح والبدء في هذه الدورة. أيضا الشكر موصول للسادة المفوضية العليا للانتخابات على تعاونهم معنا من أجل البدء وإتمام ونجاح هذه الدورة. نسأل الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير للبلاد والعباد، ونسأل الله أن يعم الأمن علينا وعلى ربوع ليبيا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أساساً هذه حال تناقشوا فيها وبعدين أكيد حيجلنا تعليمات مدير الله يا أخي. عندي مدخل والدخول يكون كان فيها أطار صوبية وكذا زي ما قلنا.